عليكم الاخوان، كديرين؟ هانين مزيان. المهم اليوم جيت نوريكم واحد النسوة ديال الكنار مريضة. المهم غنوريك الطريقة ديال العلاج ديالها، وفيه شي فرخة عند الميسترو. انا غنوريكم ولادها، تسنى واحد دقيقة. ها مولادها، ها الاول، هذا هو الصغير، ها التاني. المهم انا غنوريكم دابا، هذه هي النشوة اللي قلت لكم. خديت لي واحد الكينة هي من عند صاحب الطيور. المهم هذا الشيء بيع الطيور، راه تصيبو عندو، هادي راه مع 3 دراهم ولا 5، سميتها دوكسين. المهم هاد الطريقة ديال الخدمة ديالها، غادي تاخدها تعمر الورادة، عاد دير فيها الحبة، عاد تخلطها مزيان. انا راه فين دايرها لي، هاي الشيخ راه بدات تدير لابس. المهم الاخوان عاد تخلطها مزيان، اش خليها لها 3 ايام حتى 4 ايام كاع صافي، وديك الساعه تحيدها لي. المهم هاي النشوه المريضه، هي النشوه. سمعتوني يا الاخوان، 3 ايام 4 ايام صافي، وش حيدها لها مني. المهم هادشي اللي كان الاخوان، راني شاركشو معاكم.